السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتقد رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي جوان ميشيل أولاس بطريقة غير مباشرة لاعبه الجزائري حسام عوار بسبب تمسكه بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده. وقال جوان ميشيل أولاس في تصريحات لموقع فوت أن الفرنسي: خلال السنوات الماضية أصبح للاعبين رغبة في البقاء مع الأندية التي يلعبون لها من أجل تغيير الأجواء وهم أحرار بعد نهاية عقودهم، ولو تطلب الأمر عدم لعبهم لفترات طويلة. وأضاف جون ميشيل أولاس: هم أحرار في ذلك، ولكن هذا النوع من القرارات فيه شيء كبير من الأنانية، لأنه لا يسمح للنادي بالاستفادة من اللاعب لا رياضيا ولا ماليا. وجدير بالذكر أن عقد حسام عوار مع أولمبيك ليون ينتهي الصيف المقبل، وهو ما سيسمح له بالانتقال مجانا إلى أي فريق يريده. ويذكر أن حسام عوار تلقى رسميا استدعاء من الناخب الوطني جمال بلماضي للحضور في التربص القادم، والذي سيكون بداية من 20 مارس الحالي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.